مرحبا بكم مشاهدي نخيل عراقي، معي أنا صبا إبراهيم بحلقة خاصة عن عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي. علي حسين محسن عبد الجليل الوردي، عالم اجتماع عراقي، أستاذ ومؤرخ. عرف بتبنيه للنظريات الاجتماعية الحديثة في وقته لتحليل الواقع الاجتماعي العراقي. ولد في مدينة الكاظمية ببغداد عام 1913. ترك مقاعد الدراسة عام 1924 ليعمل صانعاً عند عطار، ولكنه طرد من عمله لأنه كان ينشغل بقراءة المجلات والكتب ويترك الزبائن. عام 1931 التحق بالدراسة المسائية في الصف السادس الابتدائي، وكانت بداية لحياة جديدة. أكمل دراسته وأصبح معلماً، كما غير زيه التقليدي وأصبح أفندي. وبعد إتمامه الدراسة الثانوية في العراق حصل على المرتبة الأولى، فأرسل لبعثة دراسية إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وحصل على البكالوريوس. وأرسل في بعثة أخرى إلى جامعة تكساس، حيث نال الماجستير عام 1948 ونال الدكتوراه عام 1950. قال له رئيس جامعة تكساس عند تقديم الشهادة له: أيها الدكتور الوردي، ستكون الأول في مستقبل علم الاجتماع. أين بيجي نبوته وطابعنا؟ نبي محمد 29 يدعو إلى ربه ما تبعه غير 40 واحد 29
لو اجي النبي عندنا احنا واحنا ناشئين على عباده الاوثان شان سوينا احسن منهم؟ لا بس اشيلكم وجدانكم. لو احنا نشينا على عباده الاوثان ويجينا محمد يدعونا الى عباده الله شان قلنا لا؟ اي والله صحيح احسنت احسن والله دينك. نحاول نترك دين الذي نشانا عليه. القران يقول وما ارسلنا قبلك من نبي من رسول الا ولا نبي كانوا به كافرون انا وجدنا اباءنا على امه. كتب الوردي 18 كتابا ومئات البحوث والمقالات التي كانت ذات اسلوب ادبي ونقدي ومضامين تنويرية جديدة وساخرة. من أهم إصداراته كتاب لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث التي تعتبر مصدراً مهماً يرجع له كل من يحاول فهم المجتمع العراقي. توفي علي الوردي في 13 تموز عام 1995 بعد صراع مع مرض السرطان. لم يتمكن الأطباء من معالجته لافتقار المستشفيات العراقية آنذاك إلى الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق. إلى أن ألتقيكم بحلقة جديدة مع نخلة عراقية جديدة أستودعكم الله.